مساء الخير يا بابا. بابا انا عملت ايه عشان ده كله؟ وماما كمان عملت ايه؟ انا مش شايفه ان في مشكله، يعني هتفضل كده على طول ما بتكلمناش؟ والله العظيم ما كنت تحلفيش ما تحلفيش يا هبه، ما دام بتكذبي ما تحلفيش. بابا الاتيكيت ده عيب، انا ما ضرتش ماما. لا ضرتيها، انت مالك بيها؟ حد سالك؟ حد جه جنبك؟ مالك بيها؟ هي عجباني يا ستي، عجباني بكل حاجه بتعملها، باللي بتقوله باللي ما بتقولوش، بشكلها بجهلها، عجباني. بس يا بابا انا ما كانش قصدي والله. خلي بالك انا الحق عليا، الحق عليا اللي دخلتك مدرسه امريكانيه ومدارس لغات. ها ما تهتميش انت الا باللكنات والبتاعات اياده، ده بس اللي بتهتمي بيه. ها انا الحق عليا، كنت فاكرك ذكيه. ها للاسف للاسف كنت فاكر ان انت هتتعلمي ازاي الخواجه بيفكر بيفكر مش بيعيش، لكن لا لا يا حبيبتي تعملي اللي انت عملتيه ده. ها امك امك المسكينه اللي بقاها خلاص لما كبرت لما عجزت، والله يا بنت انت عندك عقدة نقص، ولدين انت عندك عقدة نقص. شكرا يا بابا، مع السلامة. هبة ما تكلمنيش بعد كده، فاهمة؟ لساني ما يجيش على لسانك. ليه زعلان مني؟ زعلان فين هون؟ كنت رايح فين؟ تايلت. طيب حضرت موضوع الحالات النهارده؟ مفيش دعوه. طب بما انك رايح التويلت اقرا الفايل ده وانت في التويلت، مش هتزعل زي موضوع المجال. وانت ايه اللي جابك بدري النهارده؟ رهيبه رهيبه. ماشي، على فكرة أنا عاملة تقرير عن الموضوع اللي في إيدك ده، ابقى اقراه وقول لي. اخرسي. السادة المشاهدين، مساء الخيرات. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. فاكرين الأخت الفاضلة اللي شغالة معانا هنا في البرنامج اللي ادتني المجلة؟ الأخت دي النهاردة نزلت وعملت بحث في موضوع اكتشفت إنه مهم. خليتنا نفكر في حاجة تانية مهمة برضو. باختصار شديد شكلي هفكر أحترم تفكير الأخت دي في الأيام اللي جاية. المهم أنا هتكلم عن المعايرة والحشرية اللي بقت موجودة فينا بشكل صارخ. الشعب بتاعنا ما بيسيبش حد في حاله، رغم إن المشكلة مش مشكلتك، أنت مالك أنت؟ فلان بيخلف ولا ما بيخلفش، ولا فلان عندها عقم ولا لا، وده اللي عجبني في موضوع الحلقة. بس فالحين تقولوا اننا مجتمع متدين وتروحوا تصلوا تلاقوا الناس طالعة من صلاة الجمعة بتجيب في سيرة خلق الله، طب ما ده أبسط حقوق ربنا انك ما تختبش حد وتروح تقول ده فلان ده بيصلي او فلان ما بيصليش. يا اخي انت مالك بيصلي ولا لا؟ يا أخي أنت شوف نفسك وبيتك وأهلك واخرس. الحاجة التانية اللي لفتت نظري في البحث اللي الأخت عملته هو يعني إيه مفهوم الرجولة؟ هو في إن الراجل بيخلف ولا ما بيخلفش؟ يا نهار أبيض. وإن الست بتخلف ولا لأ؟ مالك أنت أو مالك أنت؟ هو ربنا ما ادهاش دلوقتي، جايز يديها بعدين وجايز لا، نصيبها. وبعدين انت مالك هي بعد ما اتجوزت بسنه خلفت ولا لا؟ انت مالك؟
هل لهذه الدرجة انت همك سعادة العيلة دي؟ حاجة غريبة قوي. تلاقي العريس مثلا خارج من فرحه تاني يوم، ايه؟ انت راجل شرفتنا ولا لا؟ وهو هيشرف حضرتك ازاي؟ او في ايه بالظبط؟ والام تاخد بنتها على جنب كده. جوزك ايه الاخبار؟ عمل ايه امبارح؟ انت مالك؟ انت مالك اصلا؟ عمل ايه ولا ما عملش؟ وعمل ولا ما عملش؟ انت مالك؟ وانت هتعمل ايه يعني سواء عمل ولا ما عملش؟ مش يمكن تكون بنتك محتاجه معامله خاصه مثلا عشان ما تتعقدش؟ هي الست مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ هي حره. مش معنى عندنا احنا بس اللي بيحصل كده، الغرب ما بيحصلش في الكلام ده خالص. يعني عمركم شفتوا فيلم اجنبي الام بتاخد بنتها على جنب وتقول لها هاي الاخبار؟ يعني ممكن واحدة تاخد صاحبتها على جنب وتسألها ماشي ده هزار بنات مع بعض، تقول لها ايه اخبار امبارح؟ ده مقبول. لكن الاهل لا، حاجة غريبة جدا تلاقي الام ما تتكلمش مع بنتها في المسائل دي طول عمرها. ليه؟ عشان ما تفتحش عينيها فتطلع البنت متخلفة وجهلة وتقرف جوزها، وفجأة بعد يوم الفرح تروح تسألها عملته امبارح؟ ازاي تجاوبك؟ ليه الحشرية دي؟ على فكرة الحشرية هي الخطوة الأولى للمعايرة. يعني هديكم مثل، وأنا سايق العربية وناسي النور مفتوح، يجي واحد جنبي ويشاور لي اطفي النور. طبعا هو مستني مرسيه. يا سلام. طب ما أنت لما حضرتك جيت جنبي خليتني أتلخبط، كنت أخبط عربية. خايف عليا قوي؟ أخويا مثلا؟ يعني هدفع فاتورة كهرباء غالية مثلا؟ أنت مالك يا أخي؟ ولو حتى كنت سايب النور مفتوح، أنت مالك؟ يعني لو ماشي بالليل وناسي النور مقفول مثلا، في حد هيجي جنبي ويقول لي افتح النور ده خطر عليك؟ اما صحيح بقر. نيجي للمعايره. واحده ما بتخلفش مثلا، يعني يا بقر هي ما بتخلفش علشان امها مثلا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي مليون جاموسه بتعايرها، اصلك ما بتخلفيش، اصلك مره معيوبه، حاجه وسخه جدا. الراجل ما بيخلفش يبقى مش راجل، يبقى زي ورقه الخص يتقال عليه الراجل ما بيخلفش او مش راجل اصلا. يعني اتلخصت العمليه في الرجوله بالخلفه. يا سلام، على كده الصين فيها اكبر نسبه رجوله، والفاتيكان ما فيهاش ولا راجل، لان تعداد السكان هناك حوالي 1000. عيب قوي، عيب نقول ان احنا شعب متدين وتلاقي الناس بتعاير في بعض وتتحشر في كل حاجة. اسكت، مش فلانة اتطلقت؟ طب ما بروح امك لو تقدري تساعدي في الخير ساعدي. لكن ازاي؟ لازم نعرف ازاي اتطلقت والغلط من مين. هو ده التدين؟ بس فالحين الشريعة الشريعة والهوية الإسلامية. آخ، حاجة تقرف. تصبحوا على خير، السلام عليكم. عايزي؟ هو أتوبيس شبر بيعدي من هنا؟ لا. بصي، انا عايز اقول لك على موضوع مهم جدا جدا، ما استناش دقيقه. طب ما تقول. ما ينفعش حبيبي واحنا بعيد عن بعض كده، بقول لك سر ومهم، كلام يتنطور والحيطان ليها ودان. بس اقول لك بقول لك ايه يا حبيبي؟ تيجي نشرب سيجارتين. والله يا حبيبي يعني الموقف اللي احنا فيه ده فعلا محتاج سيجارتين، بس عارف ان انا بطلت بقى خلاص. عارفه انا كمان بطلت،
بس انا كنت بهزر. انا عارف عيب انك كنت بتهزري، بس انا على فكره انا ممكن اهزر. طب احترم نفسك لو سمحت. الله، عيب كده؟ بلاش تهريج ووطي صوتك، الحيطان ليها ودان. بصي، العلم الحديث اثبت يقينا وفعليا ان المواضيع دي كلها تهريج. هقول لك انا على حاجه. يعني ايه؟ هقول لك انا على حاجه مش هتصدقيها. تقليل ادب جدا. طب اسمعي دي. تعالى انا بقى هقول لك نكته احلى. اذا من الناس من يصل بطاعه الله الى كرامه الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشرة، هو لله المثل الأعلى. واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تأكله والله لازم تيجي تشرب عندنا. وتجد بقول لك ايه؟ انت زي ما ورطتيني الورطه دي خرجيني منها. انت هتعرفي تصالحي يا ماما، انا مش هصالحه لانه زعلني منه جدا. تعرفي انه ما نامش طول الليل؟ انا عملت نفسي نايم، بس تعرفي ما نامش ليه؟ ليه؟ لانه زعلك. تخيلي انا مش فارقه معاه وزعلك عنده بالدنيا كلها. بس يا ماما هو عمل كل ده علشانك. انا ماليش دعوه، انت تخرجي تصالحيني عليه وتصلحي اللي حاصل. عشان خاطري يا هبة، أنا ما أقدرش أفضل قاعدة كده وهو ما بيكلمنيش. عشان خاطري. خلاص حاضر حاضر. يا أختي حضر لك الخير. إيه يا أختي حضر لك الخير دي؟ إيه الألفاظ دي؟ الله، ما أنا لسه ما خدتش حصة الكلام مع جعفر. تعرفي الواد جعفر وحشني. تصدقي بقى إنك ست مش كويسة وأنا هطلع أقول له؟ يا بنت بضحك معاكي يا مضروبة أنتِ. ماشي يا أختي. إكسكيوز مي. بابا بابا. طب ازعل مني انا ماشي، بس ماما ملهاش ذنب. انا رتبت لكل حاجة، من فضلك صالحها لانها مش قادره تفضل كده وانت ما بتكلمهاش. خلاص يا حاج، ما تزعلش مني عشان خاطري. طب عشان خاطر هبه، اخر مره، عمري ما هعمل حاجه تاني من وراك خالص. خلاص خلاص يا حاجه، بس انا زعلان منك يا حاجه. لانك انت ست مش محتاجه انك تتعلمي الذوق. انت عندك ذوق اكتر من ناس كتير. يعني خلاص يا حاج مش زعلان مني وهتكلمني تاني؟ هكلمك يا حاج. كتر خيرك يا اخويا، اقوم بعمل لك فطار حلو جدا. ماشي يا حاج، بس بقولك ايه يا اختي؟ ما تنسيش الذوب. خلاص يا حاج بقى. اسكيوز مي. ماشي يا ابو هبه. ماشي عن اذنك يا بابا. استني انت. ايه؟ مش فارق معاك يعني زعلي؟ بابا انا زعلانه منك جدا. انت اللي زعلانه ولا انا اللي زعلان؟ انا، لانك فهمتني غلط. انا فهمتك كويس جدا يا بنتي. بابا انا اتاسفت لحضرتك وقلت لك انها كانت غلطتي اني ما قلتلكش، بس انا مش غلطانه اني بعلم ماما حاجه مهمه. الاتيكيت حاجه مهمه يا بابا.
الاتيكيت مش بيسموه الاتيكيت؟ الاتيكيت حاجة مهمة يا حبيبتي عندك وعند أصحابك، لكن عندي أنا وعند الست بتاعتي مش مهم. عشان أنا بتاعت مظاهر مش كده؟ ده اللي قلته امبارح؟ أيوة. وطول ما انت مسيطرة عليك الفكرة دي هتخسري كتير في حياتك يا هبة، وانا يهمني ان بنتي ما تخسرش ابدا. يا بابا مظاهر ايه بس؟ هو مال الذوق بالمظاهر بس؟ وهو الذوق انك تعرفي تاكلي بالشوكة والسكينة هو ده الذوق، ولا انك تعيشي اللي حواليكي وتتعاطفي معاهم وتحترميهم؟ فين هو الذوق؟ الذوق انك تعرفي ترقصي مع اصحابك مع جوزك الشامبا والبروبومبا، ولا انك تعرفي تسمعي له وتعيشيه وتعيشي احلامه وطموحاته ومعاناته؟ فين هو الذوق؟ فين هو الذوق؟ ده ولا ده ولا ده؟ تجاوبي ولا تستعيني بصديق؟ وإيه المشكلة إن يكونوا الحاجتين موجودين؟ مفيش يا حبيبتي، كل حاجة في حد واحد. ليه ملاقيش؟ أنا لما أجي أتجوز عايزة واحد كده في كل حاجة. مش هتلاقي، مش هتلاقي. يبقى خلاص هفضل معاكم. ازاي هتفضلي مع ناس ما عندهاش ذوق؟ ما احنا كمان مش كاملين. بس بحبكم قوي، وكمان انتوا قدري. فهمت بقى ان القدر بيعمل حاجات مفروضه علينا؟ بس مش الجواز. الجواز على العموم نبقى نتكلم في ده بعدين. بس هو مال الجواز بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ والله ما هو بعيد، كله قريب. هو قال لي قريب؟ لا لا ولا حاجة. اوعى تكون بترتب لحاجة من ورايا. لا، كله هيكون من قدامك. هو ايه ده؟ لا مش دلوقتي، كله في وقته. لا انا عايز اعرف دلوقتي. خلي عندك ذوق وسيبيني افطر علشان اروح الشغل اللي بناكل فيه المام. مش ده برضه ذوق؟ ماشي، انا اسفه. خلي بالك من نفسك. ايوه كده، انا احب البيت اللي ما فيهوش نكد. يلا يا حاج لحسن البريكفاست هيبرد. كله الا البريكفاست. فول وايت تشيز والطميطه. وايت ايه؟ شيز. 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 والطميطه. شيز ليه؟ اهم حاجه الطميطه يا حاج. ايوه ايوه ايوه. يلا كله معايا. انا مش عارفني، انا طت مني، انا لا دي ملامحي ولا دي شكلي ولا طت انا. السلام عليكم يا ست الكل. عليكم السلام ورحمه الله يا اخي. كنت بسال على حاره الكلب السعران، ما تعرفوش هي فين والنبي؟ لا والله ما سمعناش عليها قبل كده، دور عليها في الشارع اللي ورا. اتولدت فيها يمكن. امال انت ايه اللي معاكوا هنا؟ انتم مش هربانين؟ انت مش عليك قضيه اداب؟ انت محروسه يا وليه انت ولا ايه؟ الواد محروس ابنك راح فين؟ ما كان حبيبي ده، كان الشيء بتاعي. انت اسمك ايه؟ انا ستك فتكات. حركات ايه وقرأ ايه؟ ست فتكات بتعملي ايه؟ فتكات هنا قاعده هنا بتعملوا ايه؟ وانت اسمك ايه يا ستي؟ ستك عدلات يا اخويا. عدلات على الله، كلنا على الله. انت ايه اللي انت لابساه ده؟ كل ده هو اكبر خمسه وخميس. ما تيجي تبيعيهم واكتشفك واعمل لك كليبت محترم تكسري بيه المنطقه هنا، بدل لما انت قاعده زي الحراميه كده مالكيش ولا شغله ولا مشغله. كنت نفعت نفسك يا حبيبي، ده المس مجروحه. ولا تعالى هنا يا الست دي بتنادي عليا، هسيب المناظر الضاله دي واروح للي اطلل منكم. تعالى لي هنا يا اخويا. السلام عليكم. اشحال المكموحه يا ست. ايه المناظر دي؟ انت تستحمي اصلا عشان تعرفي تعيشي مع البني ادمين؟ بس وعليكم السلام. مالك؟ ايه الحلاوه دي؟ شعر صدرك مطلعه في دماغك ولا ايه؟
ايه يا ست اللي في الخرا ده؟ شعر صدري ايه؟ ده شعر صدري هنا إيه الا يطلعه لحد فوق. بص انا عايز اسالك على حاجه. قول يا اخويا، انت في معاهم خطيبي برضه. خطيبك ايه؟ انا اخطب واحده كده حلوه قمر زيك. اه بحسن ما شاء الله. اصحى للون. انت انا كنت عايز حضرتك المدام عزيزه اللذيذه بتاعت الكبده صح؟ ان شاء الله. انت مش متشبعه عليا؟ مش فاكراني؟ ايوه انت بتاع الكليتات. ايوه انا موحه. ينيلك يا موحه حبيبتي، وحشتني قوي. انا بقول لك انا جاي لك في حاجه كده. امرني يا حبيبي. انا كرهت الكليتات وكرهت الاحراج والاخراج، وجاي عايز اتعلم صنعه ابتدي من اول وجديد، لاني بصي الكليتات دي دمرتني، بقت حياتي كلها زي ما انت شايفه ارتعاشه وشرب مخدرات. هقول لك ليه بقى؟ الكليتات دي من غير دكه فبتضرب غلط معاك. انا بعمل كل ما املك في الكليت اللي انا بخرجه، بطلع فيه كل عاطفتي الجياشه. جياشه؟ واخر كليت انا عامله للمطرب عبده حمامه كسر الدنيا، تمانية اتفرجوا عليه. عارفاه اللي طيرته في الاخر يا منيل؟ انا ما طيرتش حد، هو بعد ما الكليت خلص قمت لقيته طار لوحده، بس انا كنت مركز في الكليت. والله اقف جنبه وحط امك يا مدام عزيزه، انا عايز اتعلم كورس كبده وسجق. تعالى جنبي يا حبيبي. لا مفيش. اعلمك. اجي جنبك اعمل ايه يا ست انت؟ انا عايزك تقف جنبي تعلميني اعمل كبده وسجق، عشان انا هقدم على عربيه الخريجين المشروع بتاع الشباب ده، واخد واخد. تاخد ايه؟ ما طنطا يخرب بيتك، انت جالك الشلل الرعاش ولا ايه؟ لا بس عشان لا اله الا الله، عشان دي كانت مكتومه. انت هتقف جنبي ولا مش هتقف جنبي عشان اخلص؟ ما انا جنبك اهو يا واد. طب انا ابوس ايدك، ابوس ايدك. لا اله الا الله، ابوس ايدك. لا اله الا الله، ما تقولش كده عيب. انت ما بتغسليش ايدك خالص ولا ايه؟ ده من التوم يا منيل. توم ايه وبتاع ايه؟ طب النبي وقف جنبي عشان خاطري. بصي انا عايز اتعلم حتى اقطع بصل، اعمل اي حاجه في الدنيا، بدل انا طريقي بقى كله ضباب. انا كل ما اتوب لربنا وانزل الصبح. لا اله الا الله. عارفه الزغروف ده بقى له من يوم التلات معايا، واحنا النهارده مش عارف ايه يوم ايه اصلا. اه ولا انا والنبي. يعني هتقف جنبي؟ ازغرفك. حاضر. والنبي. عيني. حاضر. انا عايزك تشفك. تكتشفني انا؟ اه. يا شكرا، خلينا نكتشفك. امر وانزلي شويه كده يمكن اخدك معايا. انت كنت بتشتغلي النودلز وانت صغيره في اعلانات وكليتات وكده؟ اه كنت بشتغل كليتات كتير. اشتغلت مع مين يا وليه انت؟ اشتغلت مع كنفان. محمد كنفان؟ امال ايه؟ انت عارف محمد كنفان ده في مقام جوز عمتي يا راجل؟ ما هو ممسوك دلوقتي اصلا. لا اله الا الله. عمل مشكله مع بيت نودلز اسمها سميره قمر الدين، عشان البيت دي كان ماشيه بطال، وبعد ما خلص الكليت معاها كان عايز يعني عايز يروح لها كده، وقالت له بقول لك ايه يا كرفان، انا مش بتاعه الحاجات دي يا كرفان. عملت عليه ضيقه، والبيت دي اصلا كانت انا مصاحبها. ف النبي ما هو أميرة قمر الدين والبنت أختها سميرة ممسوكين هم آداب ثلاث سنين دلوقتي. سرقوا المكسرات. يعني على قمر الدين. عايز أعرف حاجة منك أخرانية عشان أقوم أتكل على الله. إحنا نبتدي كورس الكبدة والصدوق ده إمتى؟ شوف بقى. أنا هعلمك صدوق على حق ربنا. النبي. أما الكبدة دي بقى لما تكبر شوية. ما لا، الكبدة أهم من الصدوق. أنت عارفة إن الكبدة هي اللي بتمشي الشغل، إنما الصدوق هو اللي بيوقف الشغل. يا واد خليك في الصدوق يا واد. خلاص ماشي، علميني أي حاجة والنبي. أبوس إيدك يا ست الكل. يا استغفر الله العظيم. يا ست حرام عليك، أنت هتقعد إيدك في مناخيري. استغفر الله العظيم. يعني أنا ممكن أعمل لك دلوقتي كليت محترم في المنطقة هنا كده. قوم وريني كليتك يا واد. أخش أرقص الحريم دي ونرقص مع بعض ونعمل كليت مع بعض. تعالى وريني. قومي يا ست ساوسة. أوعى كده. قومي يا ست. الغياط. الست العريضة ولا إيه يا يالا؟ يا واد تعالى يا ولا. طب ما أنا عايز أعمل أي حاجة تعرفي إن أنا موهوب. يا واد الملوك المحشي يا واد يهبل. طب أنت عايزهم يحشوك ولا يقوروك؟ طب أقفي جنبه والنبي، أنا تعبت من الحياة، أنا ناوي أستقيل. أستقيل من إيه؟ من الكليت؟ أنا مش هشتغل كليتات تاني. لا خلاص تعبت يا رب. بقول لك إيه؟ إيه؟ ممكن تعمل إيه؟ كليب حلو قوي بامبرز. إيه التفادي؟ أنا بعد موحة بعد ما عمل كليتات لجميع مطربين الشرق الأعرب الوسطي، تيجي تقولي لي كليت بامبرز إيه؟ يعني أنزل أحبي على الأرض يعني وألبس بامبرز ولا أعمل إيه؟ طب البس كفولة، ما تزعلش يا أخويا. أنتِ على فكرة لذيذة أوي، أنا ضيعت وقت كتير معاكي. يلا بالسلامة. آسفاً آسفاً، أضطر إن أنا أنام شوية، ولما البتاع ده يخلص يبقى صحيني. طب يلا يا عيني أمك. بقول لك إيه؟
تعالى يا حبيبي والنبي انت غلبان، تعالى نام في حضني هنا يا اخويا والنبي صغير صغير على الهم ده ينيلك. يلا يا اخويا النهار طالع الفجر جدا اتكل على الله. ايه ده انا قال لي نايمني في حضنك، انت عملتي فيا يا حرام عليك، خدت مني اغلى ما املك يا خبز القوايه. حرام عليك اللي انت عملتيه، انت ما عندكيش اخوات على بنيا ولا ايه؟ يا خبز القوايه في حضن الله ونعم الوكيل فيك يا عزيزه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا. انت من اخر رجاله وانا اتنين جوز ما يعلم بيكوا، لقيتكم القرف في اشكالكم الضاله، سامو عليكم. على القرف على غرفتك ده شكلك. خد يا عمو واحد قلبه اتنطع من الشيشه ضيعه. وليك كده سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موبايل. ايوه نجمي. ايه مخفي. وصلت؟ ايوه باشا انا قدام البيت اهو. طيب قول لها تلبس لون تاني غير اللون اللي طلعت بيه في الحلقة اللي فاتت. ها؟ هقول لها حاضر ما عليك. طب يلا ما تأخرش. انت عايزنا برضو نخبيها يا استاذ؟ لا 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 تخش عادي، ولو اي حد كلمك صباعك في عين امه. ماشي تأمرني سيادتك سموك ما عليك. اوكي سلام. علمك تسهر تغني مظبط ليك وحش يا زين حبيب قلبي يا زوزي. طبعا انت بقى بقيتي نجمه بقى واللي عيلي عيلي بقى خلاص. اخص عليك يا زين، ده انا لو نجمه على الدنيا كلها ما بقاش عليك يا واد. الله حبيب قلبي والنبي وحشني. الله يكرمك. وحشني قوي. بقول لك ايه؟ ما يلا بينا. لا يلا ايه؟ طب ما تيجي في حضني شويه والنبي، انت مني وعليا. تعال بس ما تخافش زوزي. لا عيب. انا سامع حاجات مش تمام، يعني اللي بيجي في حضنك بعد الشر بيحصل له حاجات كده، يعني حاجات زي ايه قبل الشر؟ يعني بيروح. بيروح؟ سرك بادع. سرك بادع يا زوزة. لا ما تقولش. انا ما عنديش مانع، انا ممكن اخد شويه حنان، بس خليك حريصه. ده انا اللي عايزه الحنان يا منيل. انا هفضل لغايه امتى امشي بحنان؟ مفيش حد يحس بيا. انتوا مليتكم ايه؟ ما تحسوا بيا بقى، هم مش رجاله يا اخواتي في البلد. طب خدي يا اخي. خدك ربنا امشي. يا بقول لك ايه؟ ما منكش فايده انت كمان. الله. دقيقه بس ويجهزوا. هم مين؟ ملوك المحشي. اه؟ بتوع المحشي التقوير والحاشي. اوبا. يلا يا بنت انت وهي جهزوا. هتطلعوا في التلفزيون يا منيلين. انا قلت لجيراني كلهم ان انا هطلع في التلفزيون النهارده. وانا قلت لجيراني كلهم ان انا هطلع في التلفزيون النهارده. شغال. طب يلا يا اختي انت وهي. يلا يا موزس. يلا يلا يا عديل. الجاهزين دولت يا زوزو. اها. مين دول؟ بقول لك ملوك المحشي، اقدم ناس في مصر القديمه. اقور واحشي. هاي ينيلك. ما تيجي نحشي يا واد. لا خلاص بقى، بيقولوا ان احنا راضعين على بعض. مين؟ أمي كانت بتقول لي. عاملين إيه؟ راضعين على بعض. اللي هو إيه يعني؟ يعني أنت أخويا في الرضاعة. من الحيوان اللي قال لك كده؟ أمي الله يسامحك. طب ما تيجي نغزهم ونكسر القاعدة. لا حرام. لا والنبي ما تقولش. زوزة. يا ولد. بقول لك إيه؟ قولي. هما قالوا 7 رضعات، أنا ما خدتش غير رضعة. تعالى بقى يلا. حنان؟ حنان. خد يا زوزو. طب اجري 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 يا اجري. خد يا زوزو. خدك ربنا. صباح الخير. يا ابن اللذين انت فين؟ اهو مشغول جدا جدا. وحشتني. وانت كمان. جايب لك مفاجأة. قلت لازم اشربها انا وانتي وبس. ايه النظام؟ اجيب كوبايات ولا امشي؟ تمام.
مش فاهمة ازاي اعرف التغييرات منك انت، هو انا البروديوسر ولا انت؟ المهم ان التغييرات للافضل للاحسن. اجباري بتفكيرك بقى حضانة، مش مهم مين اللي عارفها. يا سلام، يعني انا البروديوسر اعرف ان اول مرة ان النهاردة البرنامج اخر يوم فيه؟ البرنامج مش هيقف، فقرتي بس هي اللي هتقف، لانهم هيعملوا لي برنامج جديد لوحدي. يا آية، مش آية برضه؟ نسيت؟ وبعدين شريف كان هيقول لي كده كده. انا حمدي قاعد معايا واخد رايي. وانا محدش بياخد برايي، مش انت بتقول كده؟ ممكن اتكلم واقول رايي؟ اخر سنة بنت، قول يا فتحي. حضرتك انا شايف ان اللي عمله حمدي ده هو الصح، خلى ماهي فوزيه في برنامج لوحدهم، وخلى لحضرتك برنامج لوحدك خالص. وعامه الحاجات دي لما بتحصل بيعرفها مقدم البرنامج قبل البروديوسر، ولا حضرتك شايف حاجه كده؟ اطلاقا الكلام دوت لو انا ماضي على قوه القناه، لكن انا ماضي على قوه برنامج اسمه حمزه في قعده الستات. دلوقتي لو هو خرج منه هفضل انا مع ماهي وفوزيه. ومين قال ان هسيبك؟ انا اشترطت كده في العقد الجديد ان انت تبقي معايا انت وفتحي. شكرا يا استاذ يا مظبطني. العقد الجديد؟ قول كده بقى، انت عملت عقد جديد علشان ال ايوه علشان العقد الجديد باتفاق جديد بنسبة ليا من الإعلانات. طول عمرك بتقع واقف على رجليك. أعوذ بالله. يا ساتر يا شيخة. المهم إنك معايا أنتِ وفتحي. وافرض بقى أنا مش عايزة. ليه عايز تدبسني معاك؟ هنهبل بقى. خلاص أنا قلت كلمتي. فتحي بروديوسر عزيزة لما تمضي إن شاء الله. وأنتِ البروديوسر بتاعتي في البرنامج الجديد وهناخد فتحي معانا. حبيبي يا أستاذ. إيه ده كان معانا بنت إيه؟ ومين بقى بروديوسر برنامج ماهي وفوزيه؟ هشام عبد الحميد. مش هيهدأ لما يعرف التغييرات اللي بتحصل دي. هيعمل ايه يعني؟ من ناحيه هيعمل كتير. الراجل ده مش سهل وانا عارفه كويس. يخبط دماغه ادخل حيط. ايه ده شريف؟ والله شو قلت لي؟ الو؟ حاضر، على طول حاضر. شريف عايزني في المكتب وعايزك كمان يا فتحي. روح يا اختي ما تياسيش، وبيكلميهم في عقدك والفلوس الجديده. فلوس فلوس فلوس، نفسي اعرف بتكنز الفلوس على ايه، بتعمل بيها ايه؟ حاجتين، الفقراء والمساكين أبسالك، أما الحاجة التانية أنتي مال أمك. هسلم لك عليها. يلا بروح، أنا جاي لك. يلا افتحي ما تأخرش. هروح بقى عشان شريف عايز يلا يلا.